اهلا، ما اعرف ايش رح يكون عنوان هذا الفيديو، بس رح اسوي فيه اكثر من اشي، ولاني ما بعرف اشرح فرح افرجيكم شغلة انا بدي احاول اسوي زيها. شايفين هذا الصندوق؟ فيه هدول الشغلات يلي بتحطوهم بحبر وبصيروا زي كأنهم ختم. رح احاول اسوي زيهم، وهذا هو الحبر يلي بيجي معاهم. لساتهم شغالين، هدول موجودين معي من عمر 10 سنين تقريبا، من لما جبتهم انا واختي ما استخدمناهم وخبيناهم لانه منحب نكنز الاشياء. وبعد ما اسوي هاي الفكرة برضو رح اسوي كمان فكرة ثانية وفكرة ثالثة كمان، وحتى في عندي شكل ثاني مش إلي، أنا استعرته من بنت صفي اللي جالسة جنبي عشان أفرجيكم إياه باليوتيوب. وبعدين خلص يعني رجعت لها إياه، حطيته بشنطتي وأخذته معي على المدرسة. ولما رجعت من المدرسة بدي أطبق الفكرة اللي حطيتها براسي وإن شاء الله تزبط. بدي أفرجيكم شغلة، ما بعرف ليش بس حبيت أفرجيكم هذا الصندوق اللي حطيته بهذا المكان. هاي الزاوية دائما أغير فيها. هذا الصندوق جواته إشي اللي دخل بأحلامي. ورح ابدأ هسه بتنفيذ الفكرة. جبت دفتر جواته ورق طباعة عادي، تذكرون هاي الرسمة اللي سويتها بالمكياج؟ وعشان اسوي الفكرة بدي المادة اللي اسوي عليها الرسمة. بديلها بينفع نستخدم المحاية. فتت على المكتبة، اول محاية حكيتها بوجهي جبتها 5 6 7. والمحاية الأولى بدي أقسمها بين النص، يعني بدي أسوي فيها رسمتين صغار. المحاية الثانية رح أضعها بنفس طولها المستطيل اللي هي قدر طويل، وبنفس الحجم بدي أسوي مربع على الورقة أو على الدفتر اللي بدي أرسم عليه. أول ما فتحت بنترست أول كم صورة شفتها أمامي أخذتها وحطيتها، يعني ما اهتميت إيش الصورة اللي بدي أسويها. بعد ما خلصت الرسمة قصيتها وكل شيء، وعشان أنقلها على المحاية جبت هاي الورقة اسمها كربونة بتكون بالمكاتب. رح أقص منها الحجم اللي بدي إياه وأحطه على المحاي، وبستخدم شريط يعني رح ألصقها عليها عشان لا تزحزح. وأنا بديت أرسم على الدفتر مش على المحاي على طول، عشان يعني إذا جبت العيد رح يكون تصحيح الأخطاء أسرع، ورح أصير أعلم وأحدد على خطوط الرسمة عشان بعدين بمساعدة الكربونة اللي تحت الرسمة المفروض إنها تنتقل على المحاية. ما فيش اشي علم، صعقت بانه الرسمة ما انتقلت ولا صار فيها اشي. فالطريقة الثانية اني اقلب الورقة واشخبط عليها فالرصاص بيطبع. وهذه الحمد لله زبطت. رح اسوي نفس الطريقة للمحاية الثانية يلي رسمت فيها رسمة جاي بشكل مستطيل يعني طويلة، ولو انه فيها شوي اخطاء زي الكمامة احسها طايرة شوي، بس انا كنت عم برسم بسرعة يعني سكتش مبدئي. بالنهاية أنا مش ضامنة أصلاً إنه الفكرة تزبط ولا لا، فما راح أتعب على رسمة بالأخير يعني تفاصيلها ما أدري إذا راح أكون قادر إني أسويهم ولا لا. المهم بعد ما خلصت ونقلتها على المحاي جلست أتأمل فيهم الثنتين، وهي الخضرة الرسمة اللي عليها مش عجبتني بتاتاً، فلهيك بديت إني أرسم رسمة ثانية راح أحطها محلها. راح أغير الرسمة الأولى أرسم رسمة جديدة، رسمة ثانية. والرسمة الأولى مساحتها من المحاي باستخدام محاي مع مساعدة شوي من إصبعي فضيتها، ورح أنقل عليها الرسمة الثانية بنفس الطريقة اللي نقلت فيها الرسمات اللي قبل، وهتصير مقتنعة فيهم. وبدي أبدأ هسا شغل، لازم يكون معي مشرط صغير، بس أنا ما معي غير هذا، يعني هو مشرط بس كتير كتير صغير والمفروض إنه لا يستخدم بهيك أشياء. فبديت إني بالبداية قسمت المحاي نصين، وبعدين رح أصير شو اسوي؟ بدي احدد الرسمة، بدي اشيل كل اشي من هاي المحاي واترك الاماكن اللي انا محدديتها. مش عارفة كيف بدي اشرح، بس بدي احاول انه الاماكن اللي انا راسمة عليها بالرصاص يعني تكون بارزة للاعلى، عشان لما احط عليها حبر بس يتوزع على مكان الرسمة وما يكون الها خلفية يعني. فكنت اشيل كل الزوايد المحيطة بالرسمة واحاول اترك بس محل الخطوط. وهاي المهمة أنا عبالي بتكون سهلة وعبالي بزبطها، وللحظات كتير كنت ناوية أستسلم وأترك الفيديو وما بدي أسوي إشي، حرفيا كثير كثير عذبتني، بس بالأخير رجع ضميري أنبني وأحاول أكمل فيها لعل وعسى تنفع معي.
وصرت أفكر لو أني هسه بلون بالخشبة بدل هالفكرة التعبانة، فحكيت بدي أجرب أحطها بالحبر، إذا النتيجة اللي هسه بتطلع مقبولة رح أكمل عليها، إذا طلعت كثير سيئة بكنسل. لما جربتها كانت يعني أحسن من اللي أنا كنت أتوقعه، فرجعت أعدل عليها مرة ثانية، بدي أفضي مكان الوجه، بس ما رح أسوي ملامح لأنها كثير الموضوع رح يكون صعب، يعني حرفيا هاي الشغلة كثير جلطتني. كنت أستخدم مشط كبير عشان أسوي الزوايا، ولما بالأخير وصلت للحظة حسيت إنه خلص لو شو ما يطلع شكلها أنا ما رح أعدل فيها ولا إشي، وهذه النتيجة النهائية. ما أدري إيش بدي أحكي عن هاي التجربة، أوكي بتفشل بس بيضل أنا ما عندي أدوات لهذا الموضوع ونجربته لأول مرة، فسألكولي هاي الرسمة الصغيرة ما عرفت أسويها، أكيد الرسمة الثانية من هسا مستحيل أقدر أسويها مستحيل، فكنسلتها. وعشان أحسن نفسيتي شوي بدي أسوي شغلة ثانية، رح تكون رسم وتلوين. الرسمة بهذا الدفتر أنا رسمتها من فترة وهسا بدي أبلش عليها، رح ألونها بألوان الماركر، ما رح تكون رسمة وعلى الورق وبس، بدي أسوي لها ستاند، يعني بدي أخليها توقف معي على المكتب. رح أحبرها بحبر ملون مش حبر أسود يعني، عشان أحس كده ملون رح يكون أحلى. الشعر بديت أحبره بلون رمادي بس بعدين ما حبيت، فرجعت حبرته فوقي بلون أسود فوقي بلون بني. الرسم أنا أصلا ما خديتها من بنترست، بس التحبير بالصور بيكون أسود، أنا من عندي بحاول ألبق معاهم ألوان حبر. لما حسيت بالرضا عن التحبير رح أبلش هسه إني ألونها. أنا من زمان ما لونت بالماركر، وهي الرسمة صغيرة ما سويت فيها كثير دمج، يعني بتقدروا تحكونها رسمة سريعة لأنه أصلا ما فيش وقت إني أسوي رسمات كبيرة وطويلة، يلا باقي أسبوع وأخلص مدرسة بعدين بتبدأ العطلة، حرفين كثير متحمسة مسوي تريليون خطة بالعطلة، رح أشارك معاكم جزء منهم. صح إن السنة الجاية توجيهي بس غير أخلي هاي العطلة أحسن عطلة بكل حياتي. جاكيت هاي الشخصية سوالي عقدة نفسية، متز لحتى قدرت ألونه، حرفيا التلوين من بدايته هو مش عاجبني، فحاولت أخبص بالتلوين لحد ما وصلت لنتيجة راضي عنها. وبعد ما كملتها رح قصها هسا ورجع الألوان لمكانهم، وهس هي بشكل مربع، أنا هسا بجيب المقص وأصير أقص على حوافها، بس إنه رح أترك فراغ أبيض يعني بين الحواف رح يكون أحلى. بقص مستطيل صغير عشان يصير زي ستاند أو داعم لهاي الورقة عشان تقدر تثبت. وكذا لصقتها. وهسا ببدأ أسوي بالإشي الثالث، صار لي شهور طويلة بستنى اللحظة اللي أسوي فيها هذا الإشي. شايفين هاي الفوتو كارد؟ بدي أسوي زيها. أول إشي طبعت على ورق عادي عشان بس أحدد الحجم، هذا أول إشي، والطابعة جبتها جنب مكتبي وراح أعملهم بورق خاص، هذا الورق زي تبع استديوهات التصوير، راح أحط فيه صور بحط عنها بنترست وكذا، وراح أطبعهم على ورقة عادية بالبداية عشان إذا كان في خلل ما أتورط وأصير مضيعة ورقة من الورق الخاص على الفاضي. ومنيح إني سويت هاي الخطوة إنه من جد كان الحجم أكبر من أنا بدي إياه، فصغرت الصور ورجعت طبعتهم مرة ثانية بورق طباعة عادي، وهاي المرة إجوا بالحجم المناسب، فراح أحط من الورق هذا الخاص جوا الطابعة وراح أطبع. هسا إيش اسم هذا الورق؟ ما أدري، كانها مراية أمبه، في خطوط شايفين؟ هاي من الطابعة تبعتنا عشان شوي خربانة وحدها حالة. هسا رح اروح عبنت عمي اخذ منها شوية اشياء هي بتستخدمهم لهيك اشياء عشان لما اقصهم يكون شكلهم مرتب. رح اخذ ادوات جبتها من بنت عمي، هاي بتقص الزاوية عشان ما تكون حادة، وهذه بتقص الورق بشكل مستقيم ومرتب، فانا رح استخدمهم بدال المقص عشان يوفر علي وقت وانا مالي خلق. وهدول جبتهم بنت عمي مش ان وخاطري اجيب زيهم، انهم حرفيا حس سهلوا حياتي. ها؟ وكنت أحس بمتعة وأنا بسوي فيهم، وكالعادة وأنا عم بسوي أي إشي بحياتي لازم أسمع قصص أو بودكاست أو أي إن كان. كده بتكون الزاوية شكلها، وهيك بعد ما سويت كل زوايا هاي الورقة ورح أسوي لباقي الأوراق
كمرتهم كلياتهم، وينفع احطهم بنفس هاي الشغلة اللي اعطتني اياها بنت عمي؟ وشايفين هذا الكفر؟ صح اني انا كتير بحبه ومتعلقة فيه، فوجيكو رسمه، بس رح اشيله. اوكي طنشوا جوالي انه بخزي، لحط واحدة من الفوتو كارد اللي سويتهم، وبرضو عندي هذا الكفر الشفاف جواته اوراق طابعيتها عشان كنت احطهم تحت الكفر. المهم صار كذا شكل كفر الجوال. انا مرات كنت احط ستيكرز يعني تحت الكفر الشفاف كذا منظر. وبس شكرا لكم على المشاهدة، سلام. نتركه وبدون لمعاتي كيف سوف تتألق هذه الرتمة اللطيفة؟ كيمينو كاواي كاو غاميتين دا بيدي تا اسمحت وين كده خيك على هذا كيف؟ كده حاضر هي اللي حكيت لك مس قومي صح صحي مس هسي ما زي قصصين زمان وجوه زمان ايه معي شوكولاتة طمني ازاكي يوم من الايام ليل وظلام وما صح اللي اشتريناه من البشيتي هذاك الاشي شو صار فيه؟